اعلى انواع السمك ببيعه ب 100 جنيه وبتاع فلاي تعرفيها من هنا كده، تبقى حاجه بدمها كده وتشم هنا تدي ريحه بحر. لو شميت هنا لقيت في ريحه نشادر ما تاخدوش عشان ما بيبقاش حلو وممكن يأذي كمان اللي ياكله، يجيب له اسهال. انزلي هاتي 5 كيلو سمك ده ب 80 جنيه، 5 كيلو ب 400 جنيه ياكلوا عيله، لو عندك اطفال تاكل. ادي اسعار السمك. السلام عليكم ورحمه الله، اهلا بيكم في فيديو جديد من داخل حلقه الاسعاري في الشارع الشعبي. تعالوا بينا نتعرف على الاسماك الشعبيه والاسعار اللي موجوده. عايزه ايه؟ تعالى عايزه ايه؟ خدي فكره كده. السلام عليكم. السلام ورحمه الله وبركاته. ممكن تعرفنا على الانواع اللي موجوده؟ عينيا. حاضر. الاسعار عينيا. تعالي من هنا الاول. ده ماكريل، في منه نوعين، في منه شك وفي منه ماكريل اصلي. الماكريل الاصلي بيعمل 140 150 جنيه، الشكل اللي زي كده بيطلع بيتباع ب 120 ب 100 ب 90. ده بيتعمل صينيه كده، بيتفتح من هنا كده وبيتعمل صينيه بالخلط، وفي ناس بتفضله مشوي زي ما هو، في ناس بتحب تقليه. ده بولتي العالم كله عارفه، الشبار بتاعنا الجميل. ده 3 سمكات في الكيلو، ده اعلى حاجه، وسمكه بسم الله ما شاء الله عليها كده حاجه فريش. دي تتشوي تتقلي. في بعض ناس بياخدوا السمكه الكبيره حجما دي بيفتحوها من الدار برضو بيعملوها سنجات، حاجة محترمة كده. بكام فيها؟ ده عامل 80 جنيه، 75 جنيه. لما الدنيا بتولع بينا بنبيعه ب 70 جنيه وبنضيع. الدنيا بتمشي يعني. ده بقى سمك بحر، ده اسمه شبين. في ناس تقول عليها السمكة الضحك. ده ظهرها. ده ظهر السمكة. السمكة دي بتتسلخ وبتتقطع، كل ده كده لحم بيبقى صافي. لحمها جميل قوي، اكنك بتاكل لحم ستيك. اكنك بتاكل بني قلي مدفون في رز طاجن. ممكن في ناس بتحب تعمله طاجن ببطاطس. 80 جنيه كام الكيلو في الشبين؟ الكيلو ده عامل 100 جنيه، وساعات اعمل عليه عروض ابيعه ب 90 ابيعه ب 80. بضيع. ده هامور، من اعلى انواع السمك، سمكه فريش كده زي ما انت شايفاه. ليها اسم تاني؟ هامور، ملوش اسم تاني. دي فصيلة من فصائل الصدف، الكشر، الوقار. الكيلو فيه عامل 150 جنيه. ده كسكومري بلدي. ده 5 سمكات في الكيلو عامل 100 جنيه، 90 جنيه، 80 جنيه. بنبيع. الصدف بكام؟ ده سردين. الصدف بكام؟ ده سردين. ده بكام الصدف؟ ده عامل 150 جنيه. على فكرة هو ليه كذا مسمى، بس هي كلها عشيرة واحدة، فصيلة واحدة. ده بوري. التلاتة فيه في الكيلو، والتلاتة فيه كيلو ونص، والتلاتة فيه كيلو وربع. دي أعلى حاجة فيه. ده بوري مش دبار؟ دبارة. احنا بنقول عليه بوري. ما أنا لما أقول لك دبارة في واحد يقول لي يعني إيه دبارة؟ احنا اتعودنا على البوري. فرق الدبارة من البوري الراس بس. البورية بتلاقي راسها كبير، إنما الدبارة بتلاقيها راسها رفيعة. ده سمك القرش. أعلى أنواع السمك. ببيعه ب 100 جنيه وبتاع فلاي. تعرفيها من هنا كده، تبقى حاجه بدمها كده وتشم هنا تدي ريحه بحر. لو شميت هنا لقيت في ريحه نشادر ما تاخدوش عشان ما بيبقاش حلو، وممكن يأذي كمان اللي ياكله، يجيب له اسهال. في ناس بتقول ان السمك ده حرام. لا، مفيش حاجه اسمها. مين اللي حرم ومين اللي حلال؟ بالذات اهل العراق. لا، اقول لك على حاجه، حته الحرام والحلال. السمكه دي لما توصل حجمها ل 6 متر تخافي منها، هنا ممكن تاكل بشر، انما دي ما بتاكلش غير شعر، مش عايز غير على الشعر، يعني ما فيهوش سنان، ما فيهوش اصلا سنان. تخافي منها لما مستواها يعدي الستة متر وانت طالع. ده حريت. ببيعه ب 100 جنيه، 3 في الكيلو. سمكه برضو جميله قوي كده. نفس برضو الفصيل، ده الشعب بتاعنا البلدي الفرهوزي، مش البغبغانات، في منه بغبغانات. صور كده دقيقة واحدة أوريك حاجة تانية. إيه الأنواع اللي موجودة عنده زي ما إحنا شفنا؟ طبعًا في أسماء هو بيقولها زي ما إحنا متعودين عليها، زي الصدف ده بيقول عليه هامور، بس هو مش هامور خالص. وطبعًا شفنا قبل كده الفرق بين المكرل. دي فصيلة تاني. التقليد وده التقليد. دي فصيلة تاني من الحريد. ده حريد، ده بغبغانات. نفس الكلام هنا.
كل ده لحم واحد بيختلف الشكل بس والملمس بتاعه، انما من جوه كله نفس الطعم. هو هو واحد. دي بغبغانات، البغبغانات دي منها في خفيها 5000 صم، بتلاقي الوانها دايما كده مزهرها. ما قلتليش الكسكومري عامله كام؟ الكسكومري ده عامل 80 جنيه. 80 والبغبغان؟ والبغبغانات دي بتتباع ب 120 ب 150 ب 130 على حسب حجمها برضو وعلى حسب الجوده بتاعتها. ما انا اكيد برضو لو عندي سمك بات شبيعه زي ما زي ما زي طبعًا. لسه جاي طبعًا. انا انزل في السعر، ممكن السعر ينزل عندنا مش عند التاجر. أيوة. بس عشان اجيب بضاعه جديده. دي بلاميطه، في منها بتبقى بلدي وفي منها ماشينه. دي بلدي تعرفيها كده من بلدي منها ايه؟ ماشينه، بتبقى ماشينه لما المراكب بتقف. نعرفها ازاي؟ لا ما بتتعرفش، دي بترجع للضمير، لان انت مهما عملتي مش هتعرفي تفرقيها. بكام بقى البلاميطه دي؟ بتتباع الواحده ب 100 جنيه. انا ببيعها عن نفسي، انا ببيعها ب 100 جنيه. السمكه 2 كيلو ببيعها انا ب 100 جنيه. بص عينيها، بص كده جودتها طازه. اسعار السمك زي ما انت شايفاها كده، متناول الجميع، زي غني وفقير ياكل بالبلدي كده. يعني معاكي 500 جنيه بدل ما تروحي تجيبي كيلو لحمه، انزلي هاتي 3 4 كيلو سمك، انزلي هاتي 5 كيلو سمك، ده ب 80 جنيه، 5 كيلو ب 400 جنيه، ياكلوا عيله. لو عندك اطفال تاكل. ادي اسعار السمك. ربنا يوسع عليك. الله يرضيك. حتة بقى الندي والبيع والشراء وتعالى عايز ايه ومش عارف ايه، الارزاق بتاعت ربنا، رزقك جاي جدا. بشكرك جدا. الله يرضيك، انت الاحسن. بشكركم جدا لحسن المتابعه، انتظروني ان شاء الله في فيديو جديد بجوله جديده. خد يا ابنيش في اللايك والشير، والسلام عليكم ورحمه الله. نزلت لك وفتح عينيك، عزومة واتحسبت عليك، اللي نفسك فيه اطلبه، اللي معدتك تقدر عليه خده، كل الانواع موجودة وانت ومعدتك، والحساب اكيد هيجمع. لو عجبك الفيديو متنساش تتفرج على الفيديو ده وكمان الفيديو ده، وتعمل اشتراك للقناة وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديدنا.